السلام عليكم ومرحبا بكم في لاشين موراتيك سور يوتيوب. مرحبا بكم في موقع it.trscontact.com. طبعا ارتأيت ندخل موقع dz.trscontact.com/dzit باش ندخل لكم صح الموقع القديم اللي تلقاوه اسفل الفيديو هذايا في لا ديسكريبسيون تاع الفيديو. تلقاو الموقع القديم هذايا، الموقع القديم هذايا ما عطوش تحكموا فيه لي رونديو، معناها لازم عليكم تروحوا الموقع الجديد اللي حطوه لكم قبيلاتك اللي هو it.trscontact.com. معناها يكفي الدخول الى الموقع هذاك تجيك الانترفاس جينيرال جديدة تاع لو سنتر دو دوموند فيزا ايطاليا اون الجيري، تهبطوا لتحت خلاص وتخيروا مركز لا دوموند تاعكم. هذه حاجة جديدة اللي هي المركز، عندك مركز ولاية عنبة الجزائر العاصمة الى وهران، تخير على سبيل المثال ولاية عنبة و تهبط لتحت شوية وعطاوكم تاني اوبسيون جديدة قبل ما تحكم الرونديفو. فوالا هم لي رونديفو واصلين، عنبة اقرب رونديفو راهو لو 18/12/2016، بروفيسيونال عندهم لو 30/10/2016 ولي زوتر عندهم لو 7/11/2016. الجي اقرب رونديفو لو 11/1/2017، بروفيسيونال لو 7/11/2017 الى اخره. هنا تكون عندك فكره على اقرب رونديفو راهو متوفر قبل ما تونجاجي وتحكم رونديفو. اذا عجبتك لي دات وساعدتك لي دات وما كانش عندك خيار اخر، تهود تحتها ودير فيي كليكي ايسي بو بروندر رونديفو. فقط نعطيكم معلومه، مدى بكم تحكموا رونديفو في سنتر دو دوموند دو فيزا سبيسيال ليكم انتم اللي تلقاوه تبع لكم. وقيله دقيقه باك كونفيرمي لكم على هذه. الوغ سي بون، هنا كونفيرميت لكم، هنا نقول لكم باللي تقدروا تحكموا رونديفو في اي مركز تحبوه، عنب الجزائر العاصمه الى وهران، على غرار الولايه اللي راك تبعها انت، معناها ما يهمش 48 ولايه تقدر تحكم في السنتر اللي يعجبك. دونك نكليكيو على فيي كليكي سي بو بروندر ان رونديفو. هاودو لتحت شويه كيما السيت الاخر، نكتبوا لهم الابات ايميل تاعنا، تعاود كونفيرمي الابات ايميل تاعك، تكتب له المود باس تاعك، ماذا بكم المود باس تكتب له 6 ارقام ودير له كري. معلومه صغيره برك اخوتي، ماذا بكم تستخدموا بوات ايميل تاع جيميل، ياهو، كاراميل والا اوتلوك والا هوت ميل. حاولوا ما تستخدموش لي بوات ايميل هذوكم الغير معروفين. نكليكيو على كري، نهود لتحت نقول لك كود داكتيفاسيون اونفوي، معناها ماذا بك تروح لابوت ايميل تاعك وتستنى حتى يجيك لو كود داكتيفاسيون. في الحاله تاعي انايا راهو جاني غابيدمون لو كود داكتيفاسيون. لازم تعلموا بلي لو كود داكتيفاسيون قادر يطول لكم حتى 12 ساعه باش يوصل لكم، سا ديبون الشارج اللي كاين في الموقع هذاك. دونك نكليكيو على الايميل هذاك ونروح وين كاين اي كونفيرم ذات اي وونت تو اكتيفيت ماي اكاونت. هنا تكليكي على هديه، تكليكي عليها يعاود يرجعنا الموقع الجديد اللي هو it.trscontact.com، يقول لك account activation thanks for activating your account. كليكي على log in هدية، تخرج لك الانترفاس تاع log in لابوت ايميل plus ton mot pass، تكليكي على البوطون هدايا. راني دخلت للسيت تاع trscontact، هنا قال لك trscontact process، تهود لتحت ودير له create an applicant، تاود خير فيزا تايب اند ترافل بيربس، معناها لو تيب والا لو بوت دو فواياج. راني حاير الموقع راهو باللغه الانجليزيه، سي بيزار. دونك هنا تخير له فيزا تايب اند ترافل بيربس، ندي كليكي له على تشوز، نهاود لتحت عليا انايا و تخير له فيزا فاميليال توريستيك او بيان بريفي وندير له كونفيرم. نهاود عندك شور نيم، تكتب له الاسم تاعك، اللقب تاعك، الجنس تاعك اسكو ذكر او انثى، ديت اوف بيرث تكتب له العام، تكتب له السنه، ثم الشهر، ثم اليوم، بالترتيب هذا يا تكتبها له. نهاودو لتحت كيورنت ناشوناليتي، معناها الجنسيه تاعك خليها له الجزائر، بروفانس اكتب له الولايه تاعك، ترافل دوكيمنت نمبر تكتب له نيميرو باسبور تاعك، تكتب له اي رقم. نهبطوا لتحت travel document issue date، تكتب له هنا لا دات اللي عطاوك فيها الباسبور تاعك، في الحاله تاعي نعطوه لي 2015 لو 17 جوان. travel document expiry date معناها الباسبور تاعك وقته يموت لك. current occupation status معناها واش تخدم، employed معناها عامل، trader معناها commerçant، liberal profession معناها profession liberal، civil servant معناها خدم عند الدولة، company manager معناها manager تاع entreprise، farmer معناها agriculteur، artisan معناها artisan،
artist هاي بينا artist retired معناها retraité student معناها طالب unemployed معناها لا أعمل نخيله على سبيل المثال employed عندك هنا the martial status martial status معناها الحالة الاجتماعية تاعك married متزوج single أعزب separated سيباري ديفورسد مطلق ويدو أرمل وإلا أرملة أذر معناها أوتر تخيلوا هنا الحالة الاجتماعية تاعك حالة تاعنا حطوا له سينجل عندك the mobile number معناها رقم الهاتف النقال تاعك دير له 213 وتكمل تكتب النميرو دو تليفون تاعك تعود لتحت قال لك travel information قال لك هنا date of arrival in Schengen area معناها لدات اللي راك حتروحك حتروح لها ماذا بيك تحطوا لدات اللي في مخك حاب تروح لها نكتبوا على سبيل المثال حاب نوصل تما في 2017 لو 10 وقتها حاب تروح date of departure from Schengen تكتبوا لدات اللي راك حاب تروح منها من الاسباس شنغن هنا host name host address خليهم فارغين هنا قال لك ايش ود شنغن فيزاز هيستوري هنا قال لك اسكو عطاوك قبل فيزا في 3 سنين اللي عداو ولا ما عطاوكش لكن عطاوك دير له يس لكن ما عطاوكش دير له نو اوبشنال هادية حاجة اوبسيونيل ما تقدرش والا تقدر ما تعمرهاش عداها ابخي ما تكمل تعمر لي زانفورماسيون هذوك الكل تكونفيرمي بلي عمرتي كلش صحيح تهود لتحت ودير له دان سمحوا لي يجيك your application has been saved دير له كلوز في حال طبعا ما اذا السيت هذا نتايا في المستقبل لقيتيه باللغه الفرنسية حاجه نلاحها يعني شرحته لكم انايا راهو باللونجلي وشرحته لكم باللغه الفرنسيه والعربيه ايضا ابخي ما تكمل نتايا تعمل الانفورماسيون تاعك كل تحب تحكي مع رونديفو دير له كونفير انايا ما نديرش كونفير نعاود نرجع ونقول لكم باللي اونكاو تكون معاك نتايا اخي العزيز زوجه تاعك والا اختي العزيزه زوجك والا اخي العزيز ابنك والا بنتك نجم دير له add an applicant معناها تروح الهدية ودير له add an applicant وتعاود تعمر لي زانفورماسيون كيما كانت قبل وسي بون راك حطيتي new applicant معاك معناها نفس الطريقة اللي عمرتي بها قبل ليك نتايا تعمر بها الانسان اللي راهو معاك ابخي ما تجيك العلامة الخضراء هدية البوطون هذا فير تهود لتحت ودير له confirm تعاود دير له confirm لانه اون فوا دير confirm ما تقدر تانيولي والو باش نكونوا متفاهمين ميم رونديفو تاعك ما تنجمش تسوبريمي حتى يوصل لا دات تاعو يتسوبريما وحدو ابخي 48 ساعه في حاله ما اذا رونديفو تاعك ما تسوبريماش في ظرف 48 ساعه ابخي لا دات لي بدا فيها ماذا بيك تهز الباسبور تاعك وتروح لمركز تي اس كونتاكت الاقرب ليك وتقول لهم سوبريمي لي رونديفو تاعي الون دير لو كونفيرم تا 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 هاو لو سيستيم كونفيرما وكيما قلت لكم قبيلات كلي رونديفو راه ما كانش اقرب رونديفو راهو لو 18/12/2016 في مركز عنابه نخيرو على سبيل المثال لو رونديفو تاعنا بور لو 21 ونديرو لو كونفيرم نهاودو لتحت ويعطيك لو رونديفو تاعك دير بهلو المراد يور ابوينتمنت وذ تي اس كونتاكت ادفايزر هاز بين شادلت فور 2016/12/21 at 9 PM دونك هذا هو الرونديفو تاعك انت واش دير له دير هنايا وتكليكي له على برينت معناها امبريمي و تمبريمي و الى تهز لاباتي ميل تاعك و مود باس تروح لكاش تي بار كافي وتقول له امبريمي لي لو رونديفو تاعي في لو سيت تيليس كونتاكت و اذا قال لك ما نعرفش نمبريمي اعطيه الفيديو تاعي فلاش نتاعي مراتك خلي حتى هو يتعلم تدي معاك مصاريف قداش تدي معاك 7400 دينار جزائري مصاريف الفيزا و 2335 دينار جزائري مصاريف الخدمه الخاصه بمركز تيليس كونتاكت طبعا بالنسبه للدوسي سهلوا هاكم خلاص ها وينو الدوسي ها وينو لو دوسي تاعك تلقاه هنايا تا 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 واش دير نتا اونكا وما فهمتيش الدوسي لانه الدوسي راهو باللغه الانجليزيه حاليا سهل خلاص ماذا بيك دير كوبي كولي وتروح لجوجل تراديكسيون ودوك يترجم لك الدوسي تاعك بصوره عاديه جدا بوغ لو فورمولير اي تو هاك هنايا تجي هنايا ودير له داونلود شنغن فورم هاي شنغن فورم تلقاه تيليشارجها هيك في الاورديناتور تاعك اذا حبيتي انت امبريمي فارغ روح لجوجل اكتب فورمولير دو دوموند فيزا ايطالي
الجيري دوك يعطيك لو فورميلار فارغ تيليشارجيه وعمرو وحدك. اسبيرون نكون وفقت في الشرح تاعي تاع اليوم وفهمتو وساعدتكم ولو حتى بالقليل كيما العاده. فترجع على بوتي ميل تاعك يجيك ايميل كيف كيف هاوين ويقول لك يور ابوينتمنت هاز بين كونفيرمد. كيف كيف تقدر تمبريمي الورقه هذه، معناها يا تمبريمي في السيت يا تمبريمي ليميل اللي جاك في لا بوتي ميل تاعك. كي العاده خاوتيها قدامك لا باج مراتك جست حوس على مراتك في اليوتيوب في اليوتيوب وفي فيسبوك كيف كيف، وديروا جيم وابوني باش تبقاو ديما معنا تلعب في مختلف الفيديوهات اللي نحطها لكم لانه حيكون جديد ديما. تهلاو في روحكم خاوتي، ايضا دبر في عائلتي الله يحفظه. كان معكم مراتك، الى اللقاء.